لأنني لو تكلمت من أجلك أيتها المركبة الشروبيمية فإن لساني لا يتعب أبداً في تطويبك. لأنني أرضي حقاً إلى ديار بيت داود لأحظى بصوت به أنطق بكرامتك. لأن الله وقف في حدود اليهودية وأعطى صوته بتهليل فقبله ست يهوذا. العذراء هي ست يهوذا التي ولدت مخلصنا ومن بعد ولادته أيضا بقيت عذراء. سلام لك من قبل الله، السلام لك من غبريال، السلام لك مننا أيضا، السلام لك ونعظمك. الملاك غبريال بشر العذراء مريم وبعدا أعطاها السلام قواها بقوله لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله فستحملي وتلدين ابنا. ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى أبد الأبد. من أجل هذا نمجدك يا والدة الإله كل حين، اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى عذراء مخطوبة واسم العذراء مريم، فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. الملاك غبريال بشر العذراء مريم وابتدأ بالسلام قائلا يا ممتلئة نعمة. فلما سمعت الفتاة العفيف صوته أجابت بحكمة وفكرت ما هو هذا. فقال لها الملك الملتهب نار غير الجسداني أميلي سمعك واصغي يا سيدات العذراء. لا تخافي ولا تتزعزعي يا مريم ابنتي واقي الرب إله السرافي اختارك مسكنا له.
بالحقيقة هذا تحبال بالكلمة الذي تمسكنا لأجلنا نحن الفقراء حتى يجعلنا أغنياء. كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أسألك أن تخبرني ولا تخفي عني شيئا. الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تضللك، الملائكة تسبحك من أجل مخافة خالقهم. فبلي دينا ابن الله وحكمة الله، لأنه إله آبنا وليس آخر سوى. شيريني أوتي بارثينوس تيورو إمي إن أليثيني، شرب شوشون تبنجن وصاري إجبونان إمانوئيل. انتي هو قريب مبي أتبرس تاتس إتنهوت نارن بن شويسيسوس بخريستوس. انت في كان النوبي نار إيهول. فقال الملاك لزكريا: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. لما وقعت الكرة على زكريا أن يرفع بخور، دخل إلى الهيكل وأكمل خدمته. فظهر له ملاك عن يمين المذبح وهو يرفع البخور قائلا: لا تخف يا زكريا، لأنه نظر إلى كرامتك ومرأتك أليصابات، ستلد لك ابنا وتدعو اسمه يوحنا. وزكريا الكائن عن يمين المذبح يضع البخور تدري إصابت، ستلد لك ابنا ويكون لك فرحا وتهلل بمولده. كيف يكون لي هذا لأني قد شفت وامرأتي إصابت عاقرا لا تلد؟ أنت تكون صامتاً حتى يولد الصبي، وإذا أبصرت عينك تمجد إله إسرائيل. شيريني أوتي بارثينوس تيورو إمي إن أليثيني، شيريف شوشون تيبنجن وصاري إبفونان إمانوئيل. Christus, in the fanning Lord.